نروح لزميلتنا نورهان تومان اللي هتكون موجودة معانا النهاردة علشان تقرا لنا كل الأخبار الخاصة ببعثة النادي الأهلي وبكأس العالم للأندية وبكل الفرق اللي موجودة في كأس العالم للأندية. نورهان ازيك، عاملة ايه؟ ازيك يا كابتن اسلام، وازيك كابتن هاني؟ مساء الخير عليك، اهلا بيك. مساء النور عليكم، وسعيدة جدا ان انا موجودة معاكم لأول مرة في طبعا برنامج الأهلي في المونديال، وسعيدة اكتر طبعا انه ان شاء الله احنا منتظرين انجاز جديد للنادي الأهلي يوم الجمعة ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله يا رب. ان شاء الله اتفضلي. طبعا احنا قبل ما نروح لاخبارنا بنتمنى يعني التوفيق للنادي الاهلي في مباراته المقبله طبعا يوم الجمعه اللي بينافس فيها على المركز الثالث وحصد الميداليه البرونزيه امام الفريق الياباني. يمكن كابتن اسلام حضرتك احنا قابلنا هيروشيما الياباني في 2012 وتغلبنا عليه، وكان في ايضا مواجهه في 2005 لفريق ياباني. يمكن تاريخ النادي الاهلي امام الانديه اليابانيه يعني الى حد ما يعني مش مفيش اخفاقات كبيره ومفيش برضو ايضا انتصارات كبيره، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله هيفاجئنا ان شاء الله ويحقق البرونزيه الرابعه باذن الله. مش هيفاجئنا ان شاء الله باذن الله. باذن الله دايما زي ما بقول لك التاريخ ليه يعني ليه كلام تاني، ولكن المباراه ان شاء الله يوم الجمعه زي ما بقول الزعل بتاعت اللعيبه لازم يكون ليها ان شاء الله رد فعل ايجابي داخل الملعب، وباذن الله يحققوا نتيجه جيده واداء جيد ان شاء الله. الياباني على فكره بالمناسبه الياباني زي الياباني، زي ما انت بتحب كده بتجيبي حاجه ياباني بتعملي ايه؟ تروحي تقولي عايزين الحاجه الكهربائيه دي فتبقى يابانيه. هو ده على فكره مستمد من النظام ولا هو عندهم شكل مميز جدا، عندهم سرعات كبيره جدا جدا. صحيح. لو بتتكلمي على اي ده ميزه الفرق اليابانيه، عندهم التزام غير طبيعي تكتيكيا. فاحنا بنتكلم برضو نتمنى اكيد ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يفوز بالبرونزيه، لكن هتكون برضو مباراه مش سهله. ليست بالمباراه سهله ده حقيقي مليون في الميه، مش زي فلومينينزي طبعا ولا زي اتحاد جده، ولكن هي مباراه لما بنقول نجيب عربيه ياباني والله مش بهزر، مدرسه مختلفه تمام. انا لعبت الماتش ده فكنت يعني مش عايز اقول لك يعني مش عارف اقولها ازاي، ولكن يزهقوك سرعات من كتر السرعات والاتزام بالاماكن. ده اللي تقدر تكسب بيه بالمناسبه. صحيح. يعني النادي الاهلي يستطيع ان يفوز بهذه الطريقه اللي هي اكتر حاجه عندهم او اكتر ميزه عندهم اقدر انا كنادي اهلي اكسب بيها، وهي الالتزام التام. صحيح. يعني ممكن ما يغطيش عشان هو ملتزم بوقفته في ناحيه اليمين مثلا. انا فاهم وجهه نظرك تكتيكيا ملتزمين جدا لدرجه ممكن جدا يبقى في اخطاء لو انت فاجئتهم هي المفاجاه اللي بتلعب دور كبير. اللعب الصريح اللي قدامهم والدخول في سرعات ده مش في صالحنا. اللعب غير المباشر، اللعب المفاجاه، ان شاء الله النادي الاهلي يحقق نتيجه طيبه ان شاء الله. ان شاء الله. نروح بقى طبعا لاخبارنا، واول خبر معانا الاهلي يعتذر عن عدم المشاركه في كاس الرابطه. أرسل النادي الأهلي خطابا اليوم إلى رابطة الأندية المحترفة يعتذر فيه عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة هذا الموسم. وشرح الأهلي في خطابه الأسباب الموضوعية التي كانت وراء الاعتذار، وجاء في مقدمتها تلاحم البطولات والمباريات، حيث بدأ الفريق مشواره هذا الموسم بالمشاركة في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم الذي شهد لقاءات متلاحقة كل 72 ساعة داخل طبعا خارج البلاد. تلته بطولة الدوري المحلي بالتزامن مع المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، ثم التوجه إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم للأندية والتي تجرى فعاليتها الآن، وعقب الانتهاء منها بإذن الله يوم الجمعة المقبل يتوجه الفريق مباشرة إلى الإمارات للمشاركة في كأس السوبر المصري بنظامها الجديد لأول مرة. كل هذا التلاحم أصاب غالبية اللاعبين بالإجهاد البدني والذهني، فضلا عن الإصابات التي ضربت العديد من العناصر. ومع كل هذا فقد سعى النادي للاستعانة ببعض لاعبي فريق الشباب للمشاركة في كأس الرابطة، لكن حتى هذا الأمر تعذر بسبب ارتباطهم بالمشاركة في المسابقات العمرية المختلفة وإصابة العديد منهم خلال الفترة الماضية. كل ما سبق الإشارة إليه كان وراء قرار النادي بالاعتذار عن عدم المشاركة في كأس رابطة الأندية المحترفة في الموسم الحالي.
تاني خبر معانا، الفريق ينهي ميرانو استعدادا لمباراة المركز الثالث. أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانو الذي أقيم على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك استعدادا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية. طبعا زي ما احنا عارفين بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية، ويبدأ الميران بمحاضرة نظرية من جانب مارسيل كولر المدير الفني للفريق، حرص خلالها على الحديث مع اللاعبين عن أهمية المباراة القادمة، وطالبهم بطي صفحة مواجهة فلومينينسي البرازيلي والتفكير فقط في حصد الميدالية أو المركز الثالث والميدالية البرونزية. ثم أجرى اللاعبون ميرانا استشفائيا للمجموعة التي شاركت بشكل أساسي في لقاء الأهلي وفلومينينسي البرازيلي، كما قام اللاعبون بتدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس الأهلي مرانا قويا أيضا لحراس الفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل طبعا فريق أوراوا الياباني بعد خسارته من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي انتهت منذ قليل. كولر يعقد محاضرة فنية للاعبين. عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم، وذلك استعدادا للمباراة المقبلة لتحديد الفريق الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية. وطبعا وحرص كولر على طي صفحة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي والتي أقيمت أمس على استاد الجوهرة بمدينة جدة، وخسر النادي الأهلي بهدفين دون رد، وبدأ الجهاز الفني للأهلي في الاستعداد للمباراة القادمة والمقرر إقامتها يوم الجمعة بإذن الله المقبلة. وفد الجهاز الفني يحضر مباراة مانشستر سيتي وأوراوا ريد الياباني. كلف مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي وفدا من الجهاز الفني للفريق بحضور مواجهة مانشستر سيتي ضد أوراوا الياباني، والتي طبعا انتهت زي ما قلنا بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد. كولر كلف مساعديه سامي قمصان وكارلوس برينجر ومعهم ياسين المكاري ومحلل الأداء بحضور المباراة من ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة. طبعا مارسيل كولر أيضا وباقي أفراد الجهاز الفني قاموا بمشاهدة المباراة بصالة الاجتماعات وفندق الإقامة، حيث سيواجه الأهلي طبعا نادي أوراوا الياباني بإذن الله يوم الجمعة المقبل. كوكا يخضع لجلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد. قال دكتور جابالا طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق يعاني من الإجهاد، وأضاف طبيب الأهلي أن كوكا يخضع لجلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد. الأهلي يدعم لاعبيه بعد لقاء فلومينينسي، نثق بكم يا نسور. حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر فيسبوك على دعم لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي أمس في مونديال الأندية، ونشرت صفحة الأهلي صورة للاعبي الفريق والجهاز الفني وكتبت عليها نحن واثقين بكم يا نسور. جائزة 2.5 مليون دولار. بخلاف طبعا إضافة ميدالية برونزية جديدة لإنجازات الفريق الأول للكرة بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، إلا أن الأهلي يريد أيضا تحقيق أكبر استفادة مادية إذا توج النادي الأهلي بالمركز الثالث بإذن الله بكأس العالم للأندية. سيحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار في حالة الخسارة، أما في حالة الخسارة لا قدر الله فسيحصل على 2 مليون دولار فقط. كولر يستهدف إنجاز موسيماني وجوزيه. يستهدف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي تحقيق إنجاز مونديال الأندية بعدما طبعا اكتفى بالحصول على المركز الرابع في النسخة الماضية بالمغرب، ويسعى كولر لحصد الميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخه من أجل معادلة إنجاز مانويل جوزيه طبعا الذي حصد برونزية وحيدة في عام 2006، وبيتسو موسيماني الذي توج بنفس الميدالية في نسختين 2020 و2021، كما يبحث كولر عن انتصاره الرابع في المونديال بعدما حقق فوزين في نسخة المغرب الماضية على حساب أوكلاند سيتي وسياتل الأمريكي، ثم هزم اتحاد جدة في النسخة الحالية بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.
انجازان ينتظران الشحات على طبعا في على صعيد البطوله المقامه حاليا وعلى صعيد اللاعبين. يبحث حسين الشحات جناح الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي عن انجاز تاريخي في مباراته المقبله يوم الجمعه المقبل ان شاء الله، حيث يبحث حسين الشحات عن تسجيل هدفا واحدا لكي ينفرد بلقب هداف العرب في بطوله كاس العالم للانديه. ويتساوى الشحات حاليا مع محمد ابو تريكه نجم الاهلي السابق وسالم الدوسري نجم الهلال السعودي برصيد 4 أهداف لكل منهما مونديال الانديه. طبعا يعني احنا عارفين انه حسين الشحات يعني ولا زال طبعا ان شاء الله من الامكان ان هو يشارك باذن الله في المباراه المقبله وطبعا يحقق الانجاز. ايضا اذا احرز حسين الشحات هدفا في لقاء الجمعه المقبل سيصل الى 5 أهداف، ده هو ما يضع على عرش هداف العرب زي ما قلت لحضرتكم. وهيتساوى الشحات مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز الذين سجل 5 أهداف في مونديال الانديه. دفعة معنوية قبل سوبر الأبطال بالإمارات. لا شك أن البرونزية تمثل أهمية قصوى لفريق الكرة بالنادي الأهلي. أما طبعا النادي الأهلي يسعى لرفع حالته المعنوية وحالة لاعبيه المعنوية عن طريق حصد المركز الثالث قبل استكمال المنافسات التي تنتظره بعد نهاية المونديال. وتبدأ منافسات المارد الأحمر بالمشاركة في كأس السوبر المصري للأندية الأبطال بالإمارات، حيث شارك في السوبر المصري بشكلها الجديد 4 أندية وهم كل من النادي الأهلي ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز. وسوف يواجه نادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 25 الجاري، والفائز من تلك المواجهة سيلتقي مع الفائز من بيراميدز ومودرن فيوتشر، وتقام المباراة النهائية للسوبر المصري يوم 28 ديسمبر الجاري. مارسيلو لم أتعمد الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي والأهلي فريق جيد جداً. أكد النجم البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر فريق فلومينينسي البرازيلي أن النادي الأهلي فريق جيد جدا، وتحدث عن ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه مؤكدا أنه لم يكن يتعمد ذلك أبدا. وقال في لحظة ركلة الجزاء: كنا نهاجم ولم أفكر فيما سيحدث، فقمت بالمراوغة وحصلت على خطأ ولم أفكر في الحصول على ركلة جزاء. فيليبي ميليو: احترمنا الأهلي ونجحنا في الرد على المشككين. أكد فيليبي ميليو مدافع فريق فلومينسي المخضرم أن فريقه احترم النادي الأهلي جيدا، لذلك نجح في التأهل لنهائي مونديال الأندية، مشيرا إلى أنه ولاعبي فريقه ردوا على المشككين بسبب أنهم فريق عواجيز. وقال: لعبت أمام الأهلي قبل سنوات وخسرنا، ولكن فلومينسي فريق قوي، نحن نحترم المنافس. سمعت قبل المباراة أن البعض يتحدث عنا وأننا يعني فريق شيوخ، ولكننا حققنا الفوز. السيتي رابع فريق انجليزي يشارك في كأس العالم للأندية. أصبح مانشستر سيتي رابع فريق انجليزي يشارك في بطولة كأس العالم للأندية التي تحتضنها السعودية حاليا بمشاركة 7 أندية. ويسجل السيتي ظهوره في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، وذلك بعدما حصد اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي على حساب منافسه إنتر ميلان الإيطالي. ويأتي السيتي رابع فريق من عمالقة البريمير ليج والتي تشارك في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبقه 3 أندية وهم كل من ليفربول وتشيلسي ومانشستر يونايتد. رسميا هالاند ودي بروين ودوكو خارج كأس العالم للأندية. وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على خروج ثلاثي نجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إيرلينغ هالاند وكيفن دي بروين وجيرمي دوكو من قائمة فريق مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة، على أن يتم تعويض الثلاثي بالثلاثي الشاب ماكس إيلان ومحمود سوسوهو وميكا هاميلتون. دي كانت طبعا أخبارنا. يعني أنا سعيدة جدا طبعا بالتواجد معاكم، وسعيدة جدا طبعا أن أنا موجودة مع نجوم كبار يعني حققوا للنادي الأهلي كتير، وشكرا لكم جدا. احنا اللي بنشكرك يا نورهان، نشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهارده. بس هي قالت خبر الحقيقة، لو احنا كنا وصلنا للمباراة النهائية كان قال لك بقى خلاص تكسب بقى السيتي 3-4 مع هالاند مش هيلعب ودي بروين ودوكو، يعني الثلاثة أجمد من بعض، أجمد ثلاثة في مانشستر سيتي.